سمعت عشان مسجل طيب كويس كويس هنرك خلاص نركت دلوقتي انت كده بتسجل ايوه ايوه بقول لك هنرك يلا في البداية طبعا أنا بشكر لكم الدعوة وبشكر الأستاذ مؤمن والأستاذة داليا والحزب وأصدقائي اللي عملوا الإيفنت ده يعني خلال يومين بس يعني كنت هركب الطيارة في نيويورك واتفقنا على اللقاء. أنا مش هحب أتكلم كتير يعني أنا هتكلم مثلا أقول تلت ساعة بس اللي يهمني اكتر من كلامي انا الاسئله اللي موجوده ونشتبك فيها لان هو ده الهدف. كنت لسه بقول من شويه ان لما يبقى في واحد قاعد وهو اللي بيتكلم واخرين بيستمعوا ما بتختلفش كتير جدا على اللي واقف على المنبر بيخطب او في الكنيسه بيوعظ وفي حضور دورهم ان هم بس يعني يتلقوا فلازم نخرج من دائرة ايه؟ منصة وحدود. ان الاسئلة والتفكير فيها اهم لانها بتخلي الفكر في حالة ايه؟ حياة. في حالة انه بذرة بتنبت وبتستمر. يعني انا ممكن ابتدي من فكرة. وبحواري معاكم الفكرة تتطور. فالاجابة بتاعت امبارح ما تنفعش النهاردة. زي الطبيخ البايت كده. لكن تعاملنا مع الفكره على انه اجابات جاهزه معلبه همد ايدي على الرف او يا عم هفتح الثلاجه واطلعها ده لب الازمه. وده في نوع من الوصايا من بين قوسين المثقف على الناس. فدي نقطه البدايه. انا يهمني الاسئله والتحاور عليها وهتكلم بتفصيل اكتر في الاجابه على السؤال اكتر من ان انا اقعد اوعظ. انا اخترت عنوان تحديث تسليم المفتاح. وعاوز اتكلم على تجربتنا احنا تحديدا في مصر في محاوله دخول العصر الحديث خلال القرنين الماضيين وطبيعه تشكيلها من البدايه وازاي ان الطبيعه دي هي سبب في اشياء كتيره جدا اللي احنا ممكن نقول عليها اعراض المرض دلوقتي المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي. فعنوان الكلام اللي انا بقوله او التلت ساعه اللي انا بقولها وقفوني بعد التلت ساعه بالظبط ان مشاكل تحديث تسليم المفتاح. تسليم يعني تحديث تسليم المفتاح ان في نموذج جاهز وانا رايح بجيبه عشان ايه؟ اطبقه هنا وافرضه بالقوه او بتعبير داليا استخدمته اجبار على ان يتنفذ. حته الاجبار دي وانه مفروض بالقوه بيعمل رد فعل ايه؟ تجاهه. فالقوه هي بذرة العنف اللي موجود فين؟ في المجتمع. وفي شغل كتير اتعمل في الفترة اللي فاتت يعني أذكر منه شغل عمله خالد فهمي على تجربة محمد علي. وفي شغل عمله غالي شكري على تجربة عبد الناصر وبيكمله دلوقتي إلى حد كبير شريف يونس في تركيزه على تجربة عبد الناصر. كان مزاجين لإيه يعني؟ لما حد يتكلم مثلا الناصريين أو القوميين يتكلموا على التحديث يتكلموا على عبد الناصر وتجربته والليبراليين يتكلموا على محمد علي وتجربة الملكية الليبرالية والأخوة على إيه. دخولنا العصر الحديث كان مرتبط بلحظة زمنية معينة شكلت عملية التحديث ده. طبعا المدافع جت يعني الحداثة أو العصر الحديث جاي لنا بإيه؟
بالبارود اعتداء. فاحنا عايزين نواجه هذا الايه؟ الغزو. من ناحية تانية اصبح الحداثة او الحديث او المجتمع الحديث ده هو النموذج اللي احنا عايزين ايه؟ نوصله. اذا عملية التحديث في ذهن العربي او المصري او الانسان الشرقي في الفترة دي عبارة عن عملة ذات وجهين، وجه منه من العدو اللي احنا لازم نحاربه، ووجه تاني هو النموذج اللي احنا عايزين تحديث والتكنولوجيا واللي احنا عايزين نوصل في حتى في الجانب المادي منه، حتى لو اختلفنا مع الجانب الفلسفي والفكري. الازدواجية في النظر للمشروع الحديث ده او لعملية التحديث دي اول جزئية منه. الجزئية الثانية ان احنا بدأنا بقى طيب عندنا ماضي عريق كبير عظيم نتباهى به، وعندنا منجز تراث حضاري مثلا في الغرب، وكل الجماعة اللي بيتكلموا عن اوروبا كانوا بيتكلموا عن اوروبا عصر الانوار في القرن 17 و18. فالسؤال هنا ازاي نوفق ما بين الاثنين؟ فقامت الحاجة اللي بنسميها معادلة عملية التحديث على ازاي نوفق ما بين الشقين دول. طبعا في ناس كان رأيهم ان لا يصلح الا ان احنا نجيب اللي عملته اوروبا ونطبقه، ده اتجاه كان موجود. يعني في ناس بتشوف، وده نموذج اتكلم عنه علي مبروك برضو، نموذج انه شايف ان هي الناس دي مش هتتغير الا بقوة جاية من برة، هي اللي يعني هي في الحالتين برضو القوة، سواء القوة جاية غزو من برة او قوة جاية من مشروع سياسي بيتنفذ من الداخل، كله قايم بالقوة. لكن الاتجاه اللي ساد او اللي كان له غالبية هو اللي بيحاول يوفق ما بين الجانبين. فلما جينا نعمل عملية التوفيق ما بين بقى ماضي، وتلاحظها في خطاب رفاعة طهطلة، ان بنحاول نمرر منجزات الحداثة بان احنا نجيب لها ايه؟ اصل عندنا. فتبقى مثلا في الصورة النهائية الديمقراطية هي الشورى، يعني الديمقراطية ده هي الشورى، والدستور ما هو اصول الفقه، ان انت بتمرر منجزات الحداثة بتبريرها بايه؟ باستخدام قراءة معينة للتراث. فده عمل ان اصبح عملية التحديث عملية تجاور، ان انت تجيب ديفيد هيوم الكتاب بتاعه جنب الغزالي موجودين على الرف، ويبقى المثقف الممتاز اللي هو عنده تجاور ما بين كتب التراث والكتب الحديث. لكن ما حصلش نوع من هضم ده وهضم ده للخروج بايه؟ بشيء جديد، لا هو كلام الشافعي ولا هو كلام ماركس، لا يبقى كلام علي في القرن 21 وكلام مؤمن وكلام غير. احنا ما هضمناش، فحصل عندنا عمليه الايه؟ التجاور دي. التجاور ده بقى تلاقيه في كل مظهر من مظاهر حياتنا، من اول الزي للاسماء لعناوين المحلات، كل هتلاقي التغريب والتراث في تجاور مع بعض، لكن ما حصلش نوع من الايه؟ من التفاعل، نوع من هضم ده وهضم ده لتجاوزه عشان ننتج شيء جديد. عمليه التلفيق دي بكل امانيها الحلوه بقى اللي ابتدت مع انفتاح رفاعة الطهطاوي اللي الناس كتيرة جدا بتحاول تتكلم عنه، انتهت في النهاية الى ان تصبح عملية تلفيق. وده تعبير المستعير من مصر ابو زيد كتبه، كان كتب مقالة اسمها مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق.
يعني عمليه التوفيق، محاوله التوفيق ان انت تجيب حته من هنا وحته من هنا وتمشي الامور. يعني احنا جبنا المحكمه وجبنا قانون الاجراءات منين؟ من بره. لكن المضمون بتاع الاحوال الشخصيه جاي منين؟ من فقه التراث. جبنا الجامعة المدرجات والدرجات العلمية والآخر، بس المضمون الفكري اللي جوه الجامعة هو مضمون تراثي، مضمون ما ضل. إذا خدنا الشكل ممكن يكون شكل حديث، لكن مضمونه إيه؟ مضمونه من الماضي. فأي مع العملية محاولة التنفيذ دي وصلت بينا. المعادلة دي بقى يعني من رفاعة الطهطاوي ومحمد علي إلى السيسي وجابر عصفور طلعت فوق ونزلت تحت مراحل، وحصل فيها تغيرات. وممكن تلاحظوا خط واصل خلال 150 و200 سنة الماضية، إن مع كل هزيمة يحصل درجة من درجات التراجع. يعني الانفتاح بتاع رفاعة الطهطاوي ومصر ما كانتش محتلة في الوقت ده، الانفتاح بتاع رفاعة الطهطاوي مع محمد عبده حصل له نوع من الايه؟ من الانغلاق شوية، لأن تجربة الثورة العرابية وفشلها والآخر أثرت على الايه؟ الموضوع. محمد عبده تلميذه رشيد رضا، وفي ناس كتيره جدا بتحمل الرشيد رضا هو يعني اس البلاوي كلها، يعني جلال العظم بيعتبر الرشيد رضا هو يعني اس البلاء كله، لان هو انغلق بفكر محمد عبده فخرج لنا الاخوان المسلمين، لان حسن البنا كان تلميذ لرشيد رضا، وكان رشيد رضا بيدرس في دار العلوم، ودار العلوم اساسا فكره في بدايتها، ودار العلوم يعني اقدم من جامعه القاهره، دار العلوم كانت في نشاتها محاوله لان هو ايه يعني الازهر مش هنقدر نعمل فيه حاجه، فنعمل حاجه تانية تحاول تعمل عمليه التوفيق دي، بس ايه ما تمتش. المهم ارجع تاني ان في خيط، ان مع كل هزيمه او انكساره يحصل نوع من الايه؟ من الانغلاق. فرشيد رضا منغلق عن انفتاحيه محمد عبده، وخرج الاخوان المسلمين. وانا ليا رايي في الموضوع ده، ان الاشكاليه مش في رشيد رضا، ان محمد عبده ذاته لو عاش الى انهيار الدوله العثمانيه، ورقه التوت بقى الدوله العثمانيه تحللت من قرون، والتعبير بتاع رجل اوروبا المريض ده تعبير شائع يعني، لكن سقوط الخلافه والغائها، يعني ورقه التوت اللي كانت ستر العوره ذاتها وقعت، فبيبقى في رد فعل محاوله مواجهه حاله الايه؟ التفكك. يعني تنظيم الاخوان المسلمين، ومش على الاخوان المسلمين، الجمعيه الشرعيه ذاتها انشئت سنه 25. رد فعل ثقافي لحاله الايه؟ التفكك والغاء الخلافه. فالفكره اللي كانت بقى منفتحه شويه عند محمد عبده انغلقت شويه عند رشيد رضا. مع هزيمه 48 دخلنا في حته انغلاقيه ايه؟ اكبر شويه. يعني شوف كتابات سيد قطب ذاته في العداله الاجتماعيه في الاسلام، وكتاباته عن الاسلام والاسلام والسلام العالمي في الفتره دي. هزيمه 48 جعلت الفكر بقى، الناس اللي كانت بتتكلم زي شيخ امين الخولي وعلي عبد الرازق وطه حسين، وخلي بالك ان كل الاسماء اللي انا ذكرتها دي خارجين ازهر. يعني عمليه التجديد ذاتها رفعت طهطاوي طبعا اسهل، سعد زغلول وقاسم امين والناس دي كلها اللي هي اتعلمت على محمد عبده، في ناس منها درست ازهر قبل ما تدرس قانون. كل الجامعه، جامعه القاهره ذاتها كلها، من احمد امين لشوقي ضيف، كل دولت خريجي ازهر.
المعادله كل مع كل هزيمه بيزداد نوع من الايه؟ الانغلاق والتراجع كنوع من الاحتماء لمواجهه الخطر اللي بيواجهنا. مع 67 هزيمه 67 طبعا ما كانتش هزيمه مجرد هزيمه عسكريه ولا حربيه ده كانت هزه. فالمعادله اللي قامت من ايام رفاعه الطهطاوي على محاوله التوفيق ما بين الماضي وما بين تراث اوروبا في عصر الانوار ذاتها كلها انهارت في 67. والجانبين اللي كانت بتحاول تتم عمليه التوفيق بينهم اللي هي ظهرت بقى انتجت لنا كل المؤسسات اللي احنا بنتكلم عنها من اول الجامعه الاهليه جامعه القاهره، من اول المحكمه، من اول كل انماط التحديث اللي ظهرت في نهايه القرن، الصحافه في عصر اسماعيل، كل ده نتاج عمليه الايه؟ التوفيق دي اللي وصلت في النهايه انها تصبح عمليه تلفيق. في 67 انهار، بانهيارها دخلنا بقى في حاله التشظي الكامل اللي هي بقى الاستقطاب الكامل ما بين التغريب السافر وما بين الانغلاق والتقوقع التراثي. هنا الواقع هو بيولد الافكار. هو ليه الاسلام السياسي ما ظهرش مثلا في القرن ال 19؟ ما ظهرش ليه في القرن ال 18؟ وظهر نتكلم مثلا مع فكره الاصلاح عند محمد عبده، وبعد كده فكره الاخوان بعد كده كتنظيم يعني. من تجربة المجتمع، تجربة الحداثة ذاتها وإنها قايمة على عملية التلفيق دي. ولو جت فرصة من خلال الأسئلة هفسر أكتر إزاي ظهرت عملية التلفيق داخل بقى بنية الفكر، سواء عند رفاعة الطهطاوي أو عند محمد عبده أو عند طه حسين أو عند حسن حنفي أو عند جابر عصفور أو عند نصر أبو زيد، في مرحلة أنا بسميها مرحلة القراءة الأيديولوجية عند نصر أبو زيد قبل ما يراجع أفكاره. تلخيصا للكلام ده عشان أكمل بس في 20 دقيقة اللي أنا قلت هتكلم فيهم بس، وأفصل أكتر في الإجابة على الأسئلة عشان يبقى فيه الطريق يعني تو واي ما يبقاش اتجاه واحد. إن في مظاهر كتيرة وأعراض كتيرة من اللي بنعيشها في حياتنا الآن سببها هو بذرة عملية التحديث اللي قامت على محاولة التلفيق اللي احنا عملنا فيها ايه؟ تجاور ما بين الحديث والقديم، ولها بقى ثنائيات لا تنتهي من الفكر العربي، الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، هي كلها تنوعات على نفس عملية الايه؟ الانقسام. اللي وصلت بينا مع هزيمة 67 إلى أن ندخل في 40 عام من التشظي. التشظي ده بقى هنا في حالة التشظي دي بيتحول إلى الذكر يضطهد الأنثى والأغلبية الأقلية والكبير والصغير والحضر للريف والمركز للأطراف، لأن بقى كل واحد إيه؟ لوحده. المنظومة وقعت ودخلنا في تعبير كان بيستخدمه غالي شكري الى النظام العشوائي. ولما تبقى في النظام العشوائي انت بتعيش يوم بيوم وحلولك ونظرك للحياه بتبقى يوم بيوم، ولما بتعيش يوم بيوم بتعتمد على الترقيع. فبدانا نرقع في كل حاجه في حياتنا، من اول عمليه الترييف اللي حصلت للمدن، وانا في رايي ان احنا اساسا ما كانش عندنا مدن، ما هي الا قرى كبيره. كان في بعض احياء اللي كان بيسكنها الاوروبيين وديت يعني لم تكن متاحه لابناء البلد. لما نقعد نتكلم على الحداثه والتحديث واوروبا والمدن بتاعتنا اللي كانت ذاخره، ده كانت الاحياء بتاعه الاوروبيين، وكان دخول المصريين فيها يعني كان يبان على طول ده مين ومين اللي معدي في
في شارع فؤاد مثلا في القاهره او مثلا. اذا مرحله التشرع 25 يناير 2011، واحنا في هذه اللحظه اللي هي بقى هنبني الاساس على اي اساس؟ هل هنرجع لمجرد ان احنا نعيد المعادله تاني اللي استنتها ماشيه ووقعت وده اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي؟ وبص النموذج محمد علي ورفاعه الطهطاوي وقارنه بنموذج السيسي وجابر عصفور، هي مجرد محاوله اعاده احياء المعادله القديمه. وانا اسف ان كنت طولت عن ال 20 دقيقه. جمال عمر. انا مش فاهم. لا ابدا. ما اعرفش حضرتك بس عشان احييك يعني. الله يخليك. اشكر حضرتك يعني يا استاذ جمال ونورتنا. حضرتك اسكندراني ولا؟ انا اسكندراني بقلب. يبقى التحيب مضاعف او ان احنا في تحيز من السكندريين. يعني هو النقطه بتاعت رشيد رضا هي نقطه كان بتضيف دايما في دماغي، لان انا من عشاق يعني ايه رشيد رضا ومدرسه المنار عموما على شيخ محمد عبده يعني افغاني وكده. التفسير يمكن التفسير الماركسي فيه في الحكايه ديت ان البنى التحتيه بتاثر جدا في البنى الفوقيه. ف يعني كل اللي بيحصل عندنا في السنوات اللي فاتت في القرن الاخير ده هو كله مرتبط بالوقائع الماديه وتاثيرها على الافكار. يعني رشيد رضا يعني كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء عليه يعني ان هو حضر جنازه اسم امين وبكى عليه بالدموع رغم الاختلاف اللي ايه؟ الايديولوجي اللي بينهم مثلا وكده. وكان صديق لمعظم القيادات يعني المصريه سواء سعد زغلول او غير سعد زغلول وكده. لكن فعلا انقلاب سقوط الخلافه العثمانيه قلب كثير جدا من الاصلاحيين الاسلاميين اللي هو ممكن نعرفهم بمصطلح العلوم السياسيه ان هم يعني اصلاح يعني ديني او ان هم تيار محافظ يريد زي مصطفى كامل وزي الافغاني وزي الكواكبي وغيره محافظ اصلاحي يعني. ولكن ان هم انقلبوا نتيجه الازمات والصدمات دهيت الى ان هو يبقى يحصل ده كده. ويمكن ده ايضا يفسر يعني طه حسين في تحولاته الفكريه من مستقبل الثقافه في مصر لعلى هامش السيره اللي في الاخر الحاجات اللي كتبها في الايام كتاباته الاخرانيه من كتابات الدستور 23 للدستور 70 لما كتب في الدستور 70 حاجات بيطالب بال يعني ما يشبه الماده الثانيه وقتها يعني وكده وبتاع اللي هو كتب ضدها اللي كتب ضدها 23 يعني دي حاجه غريبه يعني عشان كده حتى كنت بقول يعني مش شرط ان احنا نلتزم بمفكر معين ان احنا نختار اللي هو ايه خواتيم افكاره. انا ممكن اختار من مفكر يعني الخواتيم او الاواصل افكاره او اواخر افكاره. انا حر ان انا اختار ما اشاء يعني. انا ممكن اكون معجب بطه الاولاني او الوسطاني او الاخير بدون اي تقييد يعني مما يفعله المؤدبين. بس هو الفكره كلها في محاوله يعني فعلا ربط الفكر بالوقائع الماديه دي هتؤدي الى ان الناس اللي مدعين ان هم مثقفين او ان هم يريدون ان يكونوا مثقفين وعندهم نوع من حالات الوعي ان هو يكون يعني فاهم التطورات اللي بتحصل في المجتمع عشان يستطيع ان هو يتعامل معاها بعد ذلك ويستطيع ان هو يتفاعل. لان اذا هو ما فهمش المعادله يبقى خلاص يبقى الموضوع انتهى. واحنا كده متفقين. انا بقى هقول لك فين السؤال؟ السؤال انت بتقول احنا فيها متفقين عليه. لكن اللي انا بقى السؤال انت حضرتك تحط بالمعادله دي فين نصر مزين باعتبار حضرتك يعني من المختصين بيه او من يعني من انصار نصر ابو زيد يعني خصوصا يعني الدكتور نصر الله يرحمه يعني اخطاء كبيره جدا في اول يعني انا مثلا كنت في وقتها لما قريت نصر ابو زيد اول مره وعندما كنت يعني لسه طالبا حديث التخرج وكنت يعني منتمي العلي لمدرسه حسن البنا اكثر من رشيد رضا طبعا اقتناعي فكريا برشيد رضا طول عمري ومحمد عبده لكن كان ساعتها انتماءات معينه كده. فكان نصر ابو زيد الاخطاء الكبرى اللي عملها حكايه ان اسمه ايه الشافعي عميل للامويين اظن او عميل مش فاكر هو قال عميل الحاجه وكان بس العلويين لا وهم خدوها عليها انه الامويين وان دي غلطه من الدوله الامويه كانت انتهت. وايضا يعني في قراءته للتراث ابن القيم انا اشكر جيدا يعني الحاجات اللي هي الحاجات دي يعني واحد قارئ زي يعني مهتم انا يعني لا ازعم اني مثقف ولكني مهتم جدا بالثقافه والفكر
فكانت صدمه بالنسبه لي لما العب ابن القيم مثلا ظاهري، واي حد يقرا تراث اسلامي يعرف ابن القيم ممكن يكون ظاهري في الصفات في حاجات، لكن المذهب الظاهري هو ابن حزم. انا فاكر كويس جدا الحاجات الداهيه اللي قريتها. وبعد كده طبعا الدكتور نصر بقى الموضوع بالنسبه لي موضوع يعني اكثر يسموه ايه ايديولوجي وتوجه فكري مهم في تاويل النص الديني، ومع التسامح في الهفوات والاخطاء التي لو تجنبها كان هيكون الامر ايه يعني اكثر اقناعا لعموم المهتمين بالثقافه الاسلاميه. اسمح لي انا احمد سيد واشكر حضرتك جدا. ده شكر ليك انت. وعفوا على التاخير يعني استاذ طارق. لا ابدا انا مش هو كده بس ما انت فاتك برضه جزء. فاتنا جزء. لو قلنا اللي يعني ناخده نشوف الفيديو نشوف الفيديو. شكرا جدا يا استاذ وكل سنه طيب. انت بصحه استاذ. شكرا لحضرتك. انا اسف على التاخير يعني انا جيت و طب بس الاسم بس عشان طارق مصر. طارق مصر اهلا وسهلا. اهلا هو السبب انا جيت ولقيت حضرتك بتتكلم عن جبل عصفور، يعني حتى بالتعبير اللي حضرتك قلته جبل عصفور السيسي يعني وشبهته محمد علي مثلا ومحمد عبده او اي حاجه. من يومين كان الدكتور جبل عصفور بيتكلم في التلفزيون، ما اعرفش الاخوه اللي قاعدين سمعوه ولا لا. انا تولد عندي انطباع ان هو طالع موجه مصحح لحضرتك، يعني بمعنى ان شعرت كده احساس يعني ان هو بيجاوب على اسئله متفق عليها، يعني المذيع اللي هو كان اسامه كمال يعني بيعدل له عشان يشوط يعني ابتدى يقول له ايه رايك في برنامج الراقصه، فيقول له حريه الابداع ومش عارف ايه رايك في مش فاكر والله يعني انما المهم كذا حاجه اللي هم بياخدوها عناوين تاني يوم يطلعوها فيلم نوح هل نمنعه ولا نعرضه في اي طبعا انه يتعرض يعني. فانا شعرت ان هو طالع يوصل رساله معينه لعموم الشعب المصري. طبعا الرساله وصلت بقى كل واحد تلقاها على حسب مستواه الثقافي، يعني في ناس استنكرت هذا الكلام تماما يعني بتاع وسط ناس وقالوا ده لازم يتشال وما ينفعش يبقى وزير فما اعرفش يعني حضرتك وضح لي هل ده شيء متفق عليه يعني لاعاده التفكير في النصوص والكلام ده ان هو يعني فيلم نوح يتعرض حريه الابداع كلام من ده يعني ما حسيتش ان مثقف بيتكلم علشان يعني ايه يدعم قيم معينه او يثبت قيم معينه، لا انا حسيت ان وزير طالع ومتفق مع المذيع انه يعدله عشان يشوط عشان يعمل صدمه عند المجتمع. وكلا الامرين كويس يعني انا مش بنتقده يعني بس انا ما اعرفش يعني اللي وصل لحضرتك انا كنت شفت البرنامج كده ولا كده يعني جابر عصفور مثقف حقيقي بينشر قيم الثقافه اللي هو مقتنع بيها ولا طالع يعمل صدمه للمجتمع؟ وكلاهما جيد يعني وشكرا جزيلا. طيب احنا ممكن نسخن العمليه شويه بالاجابه على السؤالين دولت علشان الناس عشان لو في اسئله عندي حاجه هي مرتبطه لا اتفضل بقى بس اتفضل مش هتنهي اتفضل هي الفكره يا استاذ طارق انا يعني عندي مش مقتنع تماما بفكره مقارنه محمد علي طهطاوي بسيسي عصفور. الحاله الاولانيه انا في رايي الشخصي ان كان في مشروع للتحديث ايام محمد علي بغض النظر هو نياته ايه، فكره بقى ان هو بيدي امبراطوريه او ملكه الشخصي او عشان يورث مصر لاولاده، كل ده انا ما يهمنيش. انا يهمني النتيجه اللي انعكست على مصر او الاستفاده اللي استفادتها مصر من مشروعه، وما اعتقدش برضو ان الاستفاده هنقيسها بعصره بس. جميل. لكن هو الاستفاده لازم هنقيسها لحد 52 بكل تاثيراتها. الناحيه الثانيه مشروع فبالتالي التحالف او قلنا اللي هو محمد علي رفاعه الطهطاوي كان في مشروع حداثي او تحديث بغض النظر عن اختلافاتنا لاسبابه ايه. مشروع السيسي عصفور في رايي ان هو مش مشروع تحديث. انا حاسس ان هو في صراع في المجتمع ما بين السلطه اللي موجوده حاليا وقوى الاسلاميين او الاصوليين او الارهابيين وتغير الاسم. تم استدعاء المثقفين بالذات اللي هم اصحاب التوجهات العلمانيه لمواجهه الافكار دي، ممكن الاحساس ان المواجهه المسلحه ممكن اخيرا وصلوا لقناعه ان المواجهه المسلحه لوحدها لن تفيد
ممكن تخفي الظاهره لفتره ولكن هترجع تظهر تاني زي ما حصل قبل كده. فان حاليا دور جابر عاشور في رايي ممكن يكون لا يتخطى دور اي لواء او عميد بيواجه هذه الظاهره، واحد بيواجه بالسلاح، واحد بيواجه بالفكر. ممكن بعد فتره معينه لو حصل مش هنقول انتصار يعني الكفه مالت لصالح المثقفين او العلمانيين، ممكن بعد كده ان تبدا السلطه تستشعر الخطر منه ويبدا قربهم زي يمكن ما كان حصل في السعادات اللي بنتكلم قبل الندوه. نعمل توازنات، الاسوريين شموا نفسهم وطلعوا، طب افتح الباب للعلمانيين، العلمانيين شموا نفسهم وطلعوا، طب افتح الباب للاسوريين، بحيث تظل السلطه محافظه على التوازن والبقاء. ملخص كلامي ان انا بختلف في حته القرن محمد علي فاطمه طوي والسيسي جابر عاشور. الثلاث اسئله في خيط بيجمعهم وانا همسك الخيط. لما نتكلم على عمليه التوفيق اللي يعني اتبنت عليها عمليه التحديث عندنا، نبتدي مثلا من محمد علي. طبعا في انجاز علمي حديث في الطب وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي الاخر الحاجات دي كلها، واحنا عايزين ايه؟ ناخده يعني نجيبه عندنا، ما نقدرش. فمحمد عبده بنية التفكير عنده قايمة على عنصرية. أنا مش هخش في التفاصيل بتاعة الفكر بس همسك الايه؟ الخيط اللي فيه. راح جاب مفهومين من الماضي وحاول يمزج ما بينهم. مفهوم التوحيد عند الأشاعرة، دي فرقة من الفرق اللي هي الفكر اللي موجود في الأزهر كله قايم على فكر الأشاعرة في العقيدة. مفهوم التوحيد اللي هو منتشر إن الله واحد عند كل المسلمين العامة كمان يبقى مفهوم واضح بالنسبة له. فمفهوم التوحيد عند الايه؟ الأشاعرة. وجاب مفهوم العدل عند المعتزلة. والأشاعرة ديت مدرسة في علم الكلام او اللاهوت عند المسلمين، والمعتزله مدرسه في الكلام او علم اللاهوت عند المسلمين. بس مفهوم التوحيد ده جزء من منظومه كامله عند الاشاعره، ما ينفعش ايه تاخد القالب ده من الجدار لوحده. وكذلك مفهوم العدل عند المعتزله ما تقدرش تاخد القالب ده من الجدار بتاعك وحطهم جنب بعض. مفهوم العدل عند المعتزله هيخلي بقى ما بين ربنا سبحانه وتعالى عادل، اذا الانسان اعماله هو مسؤول عنها لانه ايه؟ لانها باختياره. ومن هنا يبرر عمليه الحساب في الاخره، والا اذا كان ربنا هيحاسبنا ليه؟ فالمعتزله قالوا ان الانسان اعماله بايه؟ بايده مسؤول عنها. فهنا بتيجي فكره السببيه ان الشيء له ايه؟ سبب. وديت هتخلينا نقدر نستقطب العلم الحديث ومنجزات العلم قايمة على التجاور ما بين حاجتين كل واحدة منهم لها معنى في منظومتها، لكن لما تاخدهم كده اهو ده بقى اسمه ايه؟ التلفيق. لما جت عند طه حسين، هو السلسلة بقى ده واحد بيكمل على التاني بقى، تحول التراث عند طه حسين الى انه، وطه حسين تلاقيه بقى نقده اللاذع جدا 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 للتراث الادبي من ناحيه النقد وكلامه في الايه؟ في النقد الادبي. لكن عند التراث الديني من ناحيه في شكله بقى العقيدي كان ايه؟ يتحاشى الى حد كبير. ومن هنا جت الحته النقله اللي انت اتكلمت عليها، ان هو بعد انهاء الخلافه طه حسين اللي كان بيتكلم في الشعر الجاهلي واستخدام منهج الشك عند ديكارت اصبح نوع من الايه؟ من السلفيه في تعامله مع التراث. وكلهم مش على قد طه حسين، وهنا برضو ارتباط الواقع العقاد. العقاد شوف العقاد في بداياته لما اتكلم على نقده لشوقي هو والمزني، والعقاد لما جات له قصيده النثر في لما كان هو في المجلس الاعلى
مجلس اعلى للثقافه اللي مكان موجود فيه القصيده بتاعت عماد حجازي حولها للنسر ان ده مش شعر يعني الراجل كان بيدعو للحريه هنا النقله دي بتيجي من ان الموضوع من جوه ايه ما اتهضمش في التجاور ده اللي ده وده جنب بعض لكن ما همش ما تفاعلوش مع بعض عشان يطلعوا شيء. تحسين نقل نقلة وعمل اختلاف شوية عن اللي قبله ان هو الغرب عنده ما بقاش مجرد ان انتو هيجيب افكار من هناك ده هو بيجيب ايه المنهج هنا ما بجيبش عند رفاعة الطهطاوي عايز ينقل حاجات معينة محمد عبده عايز يمرر حاجات معينة هناك بناء طه حسين بيحاول هنا النقلة اللي عملها ان هو ايه اجيب المنهج علشان اطبقه هنا ما بجيبش بقى الافكار بس ولا مشغول بنقل الافكار ده انا مشغول بايه باستخدام اداة جايب شاكوش جديد واحفر بيه في التراث دي النقلة اللي عملها بس لان الموضوع كله قايم على عملية التلفيق دي فمن السهل ان هو بيقع مع اول صدمة بالرغم ان طه حسين انا يعني اميل له اكتر من العقاد وبعتبر ان العقاد في التحليل الدقيق لشغله لما نكمل يعني بعمق ما نقفش بس قدام الظاهر كده نجد ان العقاد يعتبر مصدر اساسي من السلفية الموجودة الان مش على مستوى الافكار على مستوى طريقة التفكير فكرة ان الحقيقة المطلقة عند العقاد هي اللي افضت لشغل زي شغل سيد قطب ولذلك كل الاسلاميين اللي بيحتفوا بالعقاد لان في تواصل في طريقه التفكير في الداخل بس احنا للاسف بنقف قدام لا لا مش معقول يكون كده لان الافكار مختلفه ده راجل كتب عن حسن البنا ان هو من اصول يهوديه لا احنا مهمه قوي في البحث ان احنا ما نقفش قدام اللي فوق السطح احفر شويه بعمق تحت لما تكمل السلسال بقى الجابر عصفور ما هو امتداد الخط امتداد الخط عمليه التجاور فيه بس في حته تانية بقى ان مشروع التحديث من ايام محمد علي ورفاع الطهطاوي زي ما كنا بنتكلم قبل الندوه مشروع هو مشروع سياسي في البدايه هنا عندنا السياسي هو اللي عايز يعمل تحديث اهداف التحديث محددها مين السياسي ومشروع المثقف مشروع تابع مشروع وراه لكن رفاعة الطهطاوي ما كانش بيحاول يعمل نهضة من أجل تغيير المجتمع كله ده هو بيحاول يحقق ما يمكن تحقيقه من خلال مشروع السلطة نموذج بقى لما بقول السيسي وجابر عصفور وإحنا بنتكلم على عدة شهور أنا بدي النموذج اللي هو ممكن يتغير بكرة السيسي ويجي بداله واحد تاني وممكن يتغير جابر عصفور بعد 3 اشهر من واحد مكانه اللي هو مشروع ان انت عندك في تحديث قايمه بيه ايه الدوله في وده اجابه بقى على السؤال بتاعك ان في توجيه من الدوله بتشكيل فكر معين انت لما بتحاول تعمل تحديث ما بتجيش تبتدي باجابات جاهزه من جواك وده اللي معامل عمليه التنوير وكده عمليه نخبويه لانها جايه منين جايه من فوق لتحت واعتماد المثقف على السلطه بيخليه دايما يبص على انه وصي انه عنده الاجابات والناس عليها انها ايه تتبعها ده هم اللي ما يعرفوش ولما مشروعه ما فيش حد يتعامل معاه يبقى العيب فيه الناس مش فيه هو وان افكاره كلها جايه افكار نخبويه ما جاتش منين من الناس ويتباهوا بالناس بس لما الناس تتفق مع ايه مع افكارهم وتلاقيها في الخطاب الاعلامي شوف مثلا نموذج لميس الحديدي لما يحصل مثلا انتخابات يخرج المصريين او خرجوا في 30/6 مثلا وكلامها وتولوها بعظمه ومكانه شوفها بقى لما يبقى في تصرف حصل في الشارع من حادثة التحرش مثلا كل اللي كانت بتقوله ايام
30 و1 و2 و3 اتمسح باسيكا، لانها ايه؟ قايمه على حته الانفصال دي. فبدون تواصل بقى ان التحديث مش لاهداف سياسيه، لازم نخرج من الدايره دي. طول ما التحديث عندنا مرتبط باهداف سياسيه هيبقى فيه وصايا من المثقف على الناس، ويبقى هم بقى ايه؟ الدهماء والرعاع والمتخلفين اللي احنا بنحاول ننميهم. وخلي بالك خطاب الغزو الخارجي قايم على نفس الحته، ان هو جاي هنا عشان ايه؟ يحضر هؤلاء المتخلفين. ده احنا بنستعملهم علشان مصلحته، هي نفس الفكره. وكان فرنسا جاي عشان تحضر الجزائر وكده يعني. فالراجل الصليقه كده قال لهم امال جايبين كل البارود ده ليه؟ فهو نموذجين بقى، نموذج التحديث اللي جاي من بره بالغزو، ودلوقتي بيخرج احمد الجلبي علشان يدعو القوات الامريكيه تخش. ده هو هدفه التحديث، لان التحديث ده مش هيجي الا لايه؟ قوه قاهره تيجي تغير بالايه؟ بالقوه. سواء بقى كان جاي من الخارج او بمشروع السياسي اللي جاي من بره. لو تشوفي انا بجاوب لداليا على سؤال اللي هي ما سالتوش، بس هي سالته قبل. لو تشوفي تجربه محمد علي من وجهه نظر اللي صورها خالد فهمي في كتاب كل رجال الباشا بقى، من وجهه نظر العسكري اللي كان في الجيش، مش من وجهه نظر القائد اللي كان فوق محمد ابراهيم باشا وفتوحاته، لا، من وجهه نظر العسكري اللي كان بيتاخد بالعافيه عشان يخدم في الجهاديه، فكان يقطع صباع عشان لما يقطع صباع مش هيقدر يستخدم فياخد. وفي حتة تانية بقى عايز اضيفها في اللقطة دي، ان احنا نفرق ما بين عملية دراستنا للتحديث في اطاره النظري والانتقال من العصور الوسطى في اطارها النظري، وما بين اللي حصل على الارض. الشغل اللي بيعمله خالد فهمي ان بدل ما نتكلم بقى عن العلمانية ودخولها والحداثة وتأثيرها والتفاعل ده، نشوف الناس كانت بتعمل ايه وعمل ايه. هو احنا عندنا في مصر اكبر سجل محاكم من المحاكم الشرعيه اللي اتعملت مع الدوله العثمانيه، في سجلات بتاعتها موجوده من القرن ال16. يحكي لك السجل ان في قضيه فلانه الفلانيه حصل ايه واجراءات القضيه. فهو قرا وبيدرس دلوقتي عمليه الطب اللي انت اتكلمت عليها تلميحا الى حد ما، ازاي عمليه الطب الشرعي ظهر في عمليه اثبات الادله في عمليه قتل مثلا، ويقرا قضايا ويشوف ايه اللي كان بيحصل في الواقع، او ازاي عمليه محاوله تحويل الفقه الى نصوص قانون في قانون الأحوال الشخصية بعد ما تعاملت المحاكم الأهلية في نهاية القرن ال19. في تفكير حصل في الواقع. إحنا لما بنيجي ندرس التحديث بندرسه بس في إطاره الإيه؟ النظر. أروح أجيب كتب رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين، لكن إيه بقى اللي كان بيحصل على مستوى الواقع في التاريخ واقعيا؟ ده موال تاني بقى هيخلينا نخش في جوانب اخرى، اللي هي بقى ان في شروط في الواقع لازم نتعامل معها ونبدا منها. كل ما هيجي المفكر او السياسي هيحاول يغير بالقوه من فوق هيواجه بايه؟ بمقاومه. وده بذره من بذور العنف اللي موجوده في مجتمعنا. التحديث مفروض بالقوه من فوق، وما دام مفروض بالقوه يبقى جاي من ان الوصايه ان انا اعرف وده المصلحه.
فلازم ايه اجبرك عليه، فانت بتقاومه. ولذلك حتى الان احنا دخلنا عندنا محاكم من اول المحاكم المختلطه لحد دلوقتي، وعندنا قوانين من 1882، والناس حتى الان في الريف بتعمل قاعدة العرب عشان تحل القضايا. ليه؟ وكان تعبير جميل قوي كاتبه توفيق الحكيم في يوميات نائب في الارياف، وهو كان وكيل للنائب العام، وذكرها مذكوره في 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 الروايه، ان القوانين جايه مفروضه بالايه؟ بالقوه من فوق من السوق، ما انا بعيدش من تحت الناس، فالناس بتقاومها او بتتجنبها وما تروحش لايه المحكمه فتعمل الجلسه الغرفه. 90% من خلافات المصريين لا تحل داخل قاعات المحاكم وبالقانون، ده يستخدم المحاكم والقانون للايقاع بالناس مش لحل لعمل المشاكل. لما واحد عايز يجرجر واحد ويقعد مده طويله في صراع بناخده للمحكمه، ده ناتج برضو ايه؟ لان عمليه التغيير والتحديث عندنا جايه من ايه؟ من فوق مش من تحت، جايه عمليه تجاور مش هضم للحداثه ذاتها. وممكن في مره اخرى اتكلم على لب الحداثه ايه هي، واحنا بناخد منها بس الايه؟ الثمر، بنقطف منها الثمر لكن ما بندورش على المشوار، يعني نروح نجيب الجهاز لكن ما بنشوفش المشوار اللي هو ايه مشيه. وده ينطبق برضو على افكار كتيرة جدا بيدافع عنها ناس كتيرة جدا زي العلمانية مثلا. لكن السؤال الاساسي، هل العلمانية كانت سبب التحديث في اوروبا ولا نتاج التحديث في اوروبا؟ هل العلمانية هي اللي عملت الحداثة ولا تغيرات؟ يعني كلمة علمانية ذاتها لما هتبدأ تدور على الأصل بتاعها، هنتكلم على نهايات يعني بدخول الثورة الصناعية ونهايات القرن ال19 لما نلاقي المصطلح بدأ ياخد شكل اللي احنا ممكن بنتكلم عليه دلوقتي. فتلخيصا لازم نشوف المشوار اللي هو مشيه، مش بس المحطة اللي هو وصل ليها. وده بقى سبب اللي انا بتكلم على ايه؟ ان التحديث عندنا تسليم مفتاح. لما يجي مفكر دلوقتي عايز الناس تتعامل معاه زي ما بيتعاملوا مع المفكر في اوروبا، طب ما المفكر هنا لازم يدفع الثمن اللي دفعوا الناس هناك علشان يغيروا مجتمعاتهم. هو مش عايز يدفع الثمن الا ما من رحم ربي، يعني بعض افراد ده هو عايز التحديث يكون ايه؟ والبدله مكويه، مش عايز تحديث يبقى في الشارع وفي المصطبه وفي الحاره فلازم نخرج من الدائره. تلخيصا للكلام، ان جابر عصفور باخده كنموذج. انت ممكن تقول ان هو ما عندهمش مشروع تحديثي، بس هو عنده بيحاول يلم عظم الدولة اللي هي تأسست من محمد علي ويحميها انها ايه؟ ما تنهارش. وانا مع ده، لان انهيار الدولة فيها خطر على كل الناس. لما تنهار الدولة يبقى الصوت لمين؟ للي في ايده القوة. وبدأنا نخش بقى ايه؟ من ما نبقاش مواطنين، بقينا اصبحنا افراد كل واحد وشطارته. واحنا كمصريين ما نقدرش نعيش من غيرها لطبيعه تركيبتنا اللي هي ايه؟ مزنوقين في الوادي على 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 الاطار الضيق ده. لكن مثلا الدوله في لبنان مش ضروريه قوي. ليه؟ لان التوزيع مناطقي، الطائفه بتبدك بكل الطائفه، هي عندك اهم من الدوله. انتمائك للطائفه في السعوديه مش مهم قوي، لان انتمائك للعشيره هو الاهم بيحدد. في السودان مش مهم قوي، لان المطر بينزل وبيطلع العشب فترعى الابقار بتاعتك. الدوله حتى هنا لما بتخش تعطلك،
احنا لاننا مجتمع زراعي وعايش في الوادي لازم يبقى فيه ايه سلطه مركزيه تنظم الامور، والا بس يبقى الهدف مش حمايه الدوله والحفاظ عليها لمجرد حمايه اصنام. الدوله عاشت، وهرجع تاني برضو لموضوع التحديث، انها دورها، وده صوره هرسمها كده بسرعه. قامت دوله محمد علي اللي هي مستمره حتى الان، اللي بيتغير بس يا جماعه مجرد اشكال والوان من فوق، لكن البنيه بتاعتها واحده، قايمه على ان توقف المصريين طبيخ واحد نتحد كلنا في مواجهه الايه الخطر اللي ممكن يواجهنا. فبنقف طابور، وبيقف على اول الطابور الحاكم الفرد الصمد، هو بيشوف وبيعرف واحنا ما بنشوفش وبنعرف لان احنا واقفين في الطابور، وهو له عينين اتنين. الطابور ده تلاقيه ماشي من محمد علي لحد نبتدي مثلا من اول يعني حتى في عهد عبد الناصر، بالرغم من كل اللي حصل جسم الدوله كان لسه الفساد ما نخرش فيه، يعني هو امن واحتكر الحياه العامه داخل الجامعه وداخل المجتمع والصحافه ولا اخره. بس يعني مثلا، وده برضو الاحتلال عمل يعني الانجليزي عمل لنا جزء من الساعه بتاعه الحكومه كانت شغاله مظبوط. جمال عبد الناصر لما جه مثلا يعمل السد العالي مش هو اللي عمل، المهندسين بتاع وزاره الري هم اللي عاملين الدراسات بتاعه السد العالي وموجودين دلوقتي. ما تلاقيش عندك متخصص في الري بقيمه الناس اللي مدرسه الري المصريه من اهم مدارس الري اللي هي بتدرس بقى من ايام مصر القديمه لحتى الان، حصل لها برضه ايه تجريب. الطابور ده حكم الفرد ده بدايه من 74 بدا السوس ينخر في اجزاء واحده واحده، حتى وصلنا لاخر 10 او 15 سنه في عهد المبارك الى ان يصبح الفساد طال كل اجزاء، ولم يبقى منه الا جسم الجيش، والجيش نخر في برضه في بي في بعض السوس فوق الناس اللي اغتنت من تجاره الاراضي. ف يناير 25 يناير 2011 كانت يعني علامه على ان مرحله التشظي اللي احنا دخلنا فيها بقى بعد هزيمه 67 وما كانش فيها الا انجاز عبور قناه السويس، ان لازما في وقفه النظام وصل لحائط سد. نموذج حكم الفرد اللي هو ماشي ده كله، سواء بقى كان باشا او كان خديوي او كان ملك او كان رئيس او كان، هي نفس البنيه. واحنا دلوقتي في في في, في اللحظه دي كيف سنبني ما هو قادم؟ الاجابه اللي بيقدمها مشروع السيسي ومشروع عصفور هو ايه؟ احياء القديم، بان هو بيحاول يحافظ على الدوله وحزمها والى اخره، وفي القلب منها الجيش. ومشروع التثقيف قايم على ايه؟ على ان احنا عمليه التوفيق القديمه، ونفس الصراعات اللي انت بتتكلم عنها دي حصلت في بدايه التسعينات لما حصل الهجوم من التيارات اليمينيه المسلحه في نهايه التسعينات، في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات، جريت الدوله تحتمي بالايه؟ بالمثقفين، وعين جابر عصفور ذاته رئيسا للمجلس الاعلى للثقافه اللي قعد فيه 17 سنه. وجابر عصفور وسلسله المواجهه اللي ابتدت سنه 93. وبما انك سالت بقى عن نصر ابو زيد، ان قضيه نصر ابو زيد حدثت بسبب حاله الاستقطاب ديت في الوقت ده. ان اصبحت قضيته الكوره اللي كل واحد منهم بايه؟ بيضرب الثاني من خلالها. فاللي كان بيدافع عن نصر ابو زيد ما قراهوش، واللي كان بيهاجم نصر ابو زيد ما قراهوش. ده هو، وانا اصلت وفصلت ده في الكتاب بتاعي انا نصر ابو زيد عشان يبقى جزء منه. اول ما كتب لطفي الخولي صفحه كامله في الاهرام
بعد قرار الجامعة بعدم ترقية نصر الدين كتب مقالة صفحة كاملة اسمها ايه؟ جامعة القاهرة وكتاب سيدنا. في نفس جريدة الأهرام يوم الثلاث مصطفى محمود كتب يهاجم نصر أبو زيد ودفاعا عن مين؟ عن عبد الصبور شهيد. إجابة على سؤالك إن الدولة ذاتها قايمة على جناحين، عملية التوفيق اللي أنا قلت عليها وصلت لها التوفيق فيها جناحين، جناح ديني بيمثله مؤسسات الدولة برضو اللي هي ممثلة في المجمع البحوث الإسلامية، وزي ما كانت وزارة الثقافة بتطلع سلسلة المواجهة بتطلع الأزهر في الملحق بتاعها النقد والمواجهة، يبقى إذن الصراع داخل أجنحة الإيه؟ هي نفس الآلة. هو ده برضو اللي بيمر ده جابر عصفور يخرج كده فيطلع الدكتور الأوسي في الأهرام في الأسبوع بقى اللي هو إيه؟ عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر كمان يتكلم في إلى حد ما في الموضوع ده. إذن بنية الدولة ذاتها الحديثة كلها قايمة على جناحين اللي هي إيه؟ الجناح اللي بي 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 بيستعيد الماضي، والدولة بتتنيها مسكاه علشان تواجه بيه برضو إيه؟ الإسلاميين. وفي نفس اللحظة في سنة 94 كان في سنة 94 تصدر سلسلة المواجهة، ووزير الثقافة ويطلع سلسلة مكتبة الأسرة والمجلس الأعلى للثقافة، وكان اختيار الكتب اللي بتنشر في مطبوعات سلسلة مكتبة الأسرة كل مثقف بياخد مبلغ على حسب قربه من، ومن هنا جاء التعبير بتاع حظيرة المثقفين التي أدخل فيها فاروق حسني المثقفين، كان من خلال برضو إيه؟ ذهب المعزي وسيف. فمحاولة إعادتها هو مجرد إعادة الإيه؟ النموذج ده اللي أنا أقصده. غير الأشخاص بكرة وهات واحد تاني حتقوم على نفس المعادلة. بس أنا بتفق معاك إن مشروع محمد علي كان بيحاول يعمل حديث ما كانش فيه الاخطار اللي بيواجهها تختلف عن الاخطار اللي موجوده دلوقتي. يعني اخطار محمد علي كانت غالبيتها جايه منين؟ من بره. دلوقتي بقت من بره ومن جوه ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. فهو بيحاول بقى يستميت في الحفاظ على كيان الايه؟ اللي هو بيسميها الدوله التي حولها الى، شوف كلام جمال الغطاني عن حمايه الدوله والدفاع عنها كانه بيتكلم عن صنم. وانا اتفق مع حمايه الدوله زي ما ذكرت في البدايه، لكن الهدف الاساسي هو ان تتحول الدوله لخدمه الانسان، مش يبقى الانسان في خدمه الدوله. وهو ده لب الموضوع، ان الانسان دايما مجرد ايه؟ مجال بالعنف وبالقوه لعمليه الايه؟ ان احنا نحدث، هحدثك يعني هدخلك العصر الحديث، يعني هدخلك العصر بمزاجك مش بمزاجك، هدخلك العصر الحديث. وده اللي بيحصل جوه التعليم. التعليم بيبرمجك على كده. ووصلنا في النهاية إن عملية التجريف دلوقتي كل طلبة الجامعة اللي بيخرجوا من عملية التأمين للحياة العامة اللي حصلت بداية من 54 حتى الآن، إن أنت بتطلعي إنسان مجرد آلة لا لون ولا طعم ولا ريح. وده مش هتطلبي منه، مفيش انسان ما شافش لوحة ولا شاف فيلم جميل ولا حضر مسرح ولا شاف عمل فني ولا هو شارك حتى في عمل فني، وهتطلبي منه ان هو هيطلع لك صورة، الصورة بقى المثلى اللي بيحاول يعملها الطيار الدين. فتلخيصا للرغي الكثير اللي انا قلته، ان لازم نخرج الموضوع من مجرد ما هو سياسي مباشر حالي الان، لازم ننظر على المدى الابعد. ده مش معناها ان ما يبقاش في سياسه، لا، بس زي ما في حد بيشتغل على اليوم بيوم لازم في حد بيشتغل على الايه؟ على البعيد المدى.
والشغل اللي على البعيد المدى لابد ولا يجب ان يكون ابدا موجه ب يعني اول حاجه عملها جابر عصفور، انا اسف يعني يا دكتور جابر بتكلم عليك كتير عشان ذكر اسمك، اول حاجه عملها جابر عصفور في اجتماع المجلس الاعلى للثقافه طلب من الدكتور سيد الاستاذ سيد ياسين ان هو يقعد ويعمل استراتيجيه لل ان فرد هيقعد ويعمل استراتيجيه للتحديث عشان يشتغل عليها المجلس الاعلى ليه للثقافه. فرد بلغ ال80 وانا ما عنديش مشكله، بس هتبقى محكومه بحكم ايه؟ تجربته هو في الحياه. فده هيؤدي في النهايه الى ايه؟ نفس اللي احنا وصلنا اليه. وانا على استعداد لاي اسئله اخرى. الاسم بقى محمد هلال. يعني انا بشكر حضرتك على العرض، والجزء الاخير ده فتح لنا حاجات كتير جدا، يعني الجزء الاخير فتح لنا حاجات كتير جدا يعني. بس انا حاسس ان احنا دلوقتي واقعين في تناقض. في وسط كلامنا احنا رفضنا فكره التحديث من فوق، وقلنا ان ده ادى لفشل مستمر. في الاول في الاخر بنرجع نقول ان هو يعني محاولتنا التلفيق اللي هنتكلم عليها بعدين، بس انا هحاول اخلص جزئيه التناقض اللي احنا اتكلمنا عليها دي الاول. فاحنا دلوقتي مش عارفين نعمل تحديث، او مش عارفين نوصل الافكار الحداثيه ان هي تطلع من تحت لفوق، وشايفين ان دي مشكله كبيره. وفي نفس الوقت يعني هنوقف مع الدوله عشان نحافظ على وحده الدوله وكيانها، وهنتقبل ان هم يستخدموا الثقافه كتول، يعني حتى مش وسيله مش هدف تحديثي حقيقي، يعني كوسيله ان هو يحافظ على الدوله بالشكل اللي هو عايزها فيه، مش بالشكل اللي احنا عايزينها فيه. فانا شايف ان ده تناقض ما بين الموقفين، يعني ان احنا رافضين الحاجه وقابلينها في ناحيه ثانيه، يعني ودي مش هتوصلنا لحاجه اعتقد. يعني النقطه الثانيه، الفكره كلها ان احنا دايما بنتكلم على التوفيق، او زي ما حضرتك قلت استاذ نصر قال التلفيق ما بين القديم والحديث. يعني طب ما خلينا نقولها بصراحه، يعني التوفيق ما بين ما هو ديني وما هو حداثي دنيوي جاي من الحضاره الغربيه، تمام؟ فدي دي دي مشكلتنا الكبيره. يعني احنا عندنا مشكله ان احنا يعني عايزين نحدث المجتمع. يعني انا مش عارف هل احنا عايزين نحدثه على اساس منهجيه التفكير، ولا عايزين نحدثه على الافكار، ولا هنحدثه على اساس المنتجات. يعني بس اللي انا فاهمه ان احنا هنحدثه على يعني هنجيب منهج تفكيري معين، وهو ده اللي هيبقى الحداثه بتاعتنا، ان احنا هنقوم على يعني منهج علمي. يعني وفي نفس الوقت احنا بنحافظ على افكار دينيه موجوده عندنا من 1000 سنه ما اتجددتش، وافكار دينيه مقدسه دي رقم واحد، بتحظى بقبول عام من المجتمع بشكل كبير رقم اثنين، الدوله بتستخدمها في صراعاتها السياسيه وده رقم ثلاثه. وفي الاخر خالص اي مفكر بيجي يقرب منها بيتاكل. يعني طه حسين لما يعني من بعيد لبعيد كده يعني رمى الطوبه يعني واتكلم على الشعر الجاهلي، طبعا التانيين فاهمين يعني مش هفترض ان هم ما يفهموش، يعني التانيين فاهمين وفاهمين ان دي محاوله من طه حسين كده ايه بيرمي الطوبه وهيشوف ايه اللي هيحصل، لو الميه اتحركت وكده هينزل هيلبس المايوه وينزل يعوم. فاتاكل يعني ومحدش واقف معاه، يعني حتى السلطه السياسيه طبعا بعيد يعني. فانت بتطالب من المثقفين يحدثوا من تحت، فحس ان الدوله كده رافضه، وهو النظام يعني تشتغل معانا احنا من فوق لمرحله مؤقته وبعد كده هنريحك ونجيب الاسلاميين بدالك وهكذا، يا ما تشتغلش معانا يعني. بس كده. جميل. ممكن الخص سؤالك في طيب ايه حلك بقى؟ اذا كنت انت بتنقد عمليه التحديث من فوق، طب ايه الحل؟ لا مش حل انا. لا انت بتسالني. انت بتسالني، انا بلخص سؤالك ليا. مش انا اللي بسال، انت جاوب.
بس ممكن اسال هو الراجل اللي وراكي دوت عايز يتكلم ونفسه يرفع ايده من الصبح اضطهاد لك عشان انت قاعد ورا لو قعدت قدام شويه هيجي لك وقت عادي هو وضع معقد بس عشان والله كلنا ومش يعني في عندي كذا يعني فكره يعني قد تكون مش ماشيه بسياق الموضوع بس يعني انا شايف ان هي اكبر المشاكل اللي بتواجهنا في الشارع او بمصطلح حضرتك قلته اللي هو من تحت انت دلوقتي بتتكلم ان انت مفيش تحديث جاي من فوق الدنيا مقفوله يعني بمعنى ان السلطه لما بتفرض حاجه على الناس و الناس هتعاتي يعني هتجيب سلطتها برضو هي كمان تواجه سلطة الدولة بيها يعني فلو احنا يعني تعال نسأل برضو نفس السؤال اللي هو كان بيسأله يعني طيب ماشي طب لو انا حدثت من تحت يعني انا دخلت اتكلمت مع الناس واتكلمت معاهم هل هو ده يعني حل لمسألة الحداثة يعني مدى لو كانت الحداثة يعني يعني فقاعة كبيرة كده على الفاضي يعني يعني الحداثة انا يعني مش عايز يعني انا مش منتقد حضرتك يعني بس ايه بس هي فكره ده انا هنا عشان تنتقد لا مش انتقاد اللي هو اللي يعني بتكلم انا عايز اعرف عايز اعرف اي بجد في مصطلحات بتظهر قدامي انا عن نفسي مش فاهمها قوي او بمعنى اصح مش قادر استوعب يعني ليه يعني واحد مثلا يقول انا مثقف مثلا كلمه مشروع مثلا المشروع ده انا اخر حاجه اعرفها عن المشروع مثلا هو مشروع تخرج مثلا في كليه معينه مش عارف حاجه كده ماديه محسوسه بنعملها بنوصل بيها لحاجه معينه ماديه برده ملهاش علاقة بعالم الأفكار مثلا أو عالم ال أو مثلا ننفع نستعير مثلا كلمة عوالم بوبر الثلاثة مثلا اللي هم العالم المادي أو المحسوس مثلا أو عالم الأفكار اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو بعد العالم الإنساني أو النفسي وده إن كان مثلا يعني عكس برضو حاجة يعني طورها كارل بوبر مثلا في بعد ما قف طبعا ببوبر مثلا وكده مستويات اللغه عنده فطور حاجه اسمها مستوى الجدلي او مستوى النقدي في اللغه ممكن نكون فعلا اللغه بتاعتنا يعني احنا ممكن نكون اتربينا مثلا على شويه مصطلحات شويه كلام شويه الفاظ اعتبرناها مثلا هي دي بتعبر عن حاجات معينه موجوده في الواقع اللي احنا عايشين فيه كلمه الواقع عايز اقولها الواقع ايه الواقع ده يعني الواقع ده كلمه على فكره مين اللي هيعرف الواقع مين اللي هيعرف الفيلسوف المثالي ولا الفيلسوف اللي بيسمى نفسه واقعي؟ يعني مين اللي هيعرف كلمه الواقع؟ رجل السلطه اللي مع الجيشيه المسدس في جيبه برده ولا مين اللي هيعرف الكلمه؟ يعني انت في النهايه برده احنا لما بنقعد نتكلم كتير في حاجات انا شايف ان احنا على طول نجيب المشكله يعني مشكلتنا احنا كانسان انت كانسان انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ هل ال وبرضه النقطة الثانية يعني السؤال الأولاني هل أنت يعني إحنا كبشر أو إحنا كإنسان أنت عايز إيه؟ السؤال الثاني الدوغما هل الدوغما بتاعة البشر هي السبب في إن نوصل للتخلف اللي إحنا فيه ده؟ يعني بافتراض مثلا إن في ناس متحضرين مثلا كغرب أو بنسميهم متحضرين أو بنسميه عصر حداثة أو بنسميه منتجات كتيرة جاية من عندهم كل حاجة إحنا بنستخدمها حوالينا جاية منهم هل الحاجات دي كلها يعني هل الحاجات دي كلها هي دي يعني هو ده ملخص الحضاره ان انا اجيب ان انا مثلا عندي مصنع بطلع فيه منتجات كتيره عربيات كتيره مثلا وحاجات كتيره وفي الاخر بشتغل بسرعه مثلا عندي مشروع مثلا بنجزه حاجه مثلا بصراحه بتضايقني انا شخصيا الوقت مثلا الوقت في الحداثه في عصر الحداثه الوقت ده بالنسبه للناس كتير قوي سمة مميزة من سمات الحداثة مثلا التكنولوجيا دي جاية عشان توفر لنا وقت عشان الوقت ده في النهاية بينعكس عليا انا شخصيا كانسان انا كانسان مثلا بلاقي نفسي في الاخر بحارب التكنولوجيا او التكنولوجيا بتاخد مكاني يعني تستبدلني بتيجي مكاني وبلاقي في النهاية اللي بيجي يوصف الواقع بعد كده اللي معاه السلاح يوصف الواقع بيقول ان اللي معاه التكنولوجيا هو اللي بيكسب انا عمال ادور في دايرة مفرغة والراجل ده كان بيتكلم فيها المحترم ده كان بيتكلم فيها لقيت انا دلوقتي ايه يعني الحداثه افرض الحداثه دي كانت فقاعه كبيره مع يعني ما بتدمر نفسها التكنولوجيا مثلا دلوقتي يعني مش عايز افتح في موضوع التكنولوجيا بس هو فكره ان التكنولوجيا نفسها في حد ذاتها
مفترض ان هي عباره عن اسس جمال اسس جمال اسس جمال، يعني بقى عندك اربع دراعات بدل ما كان عندك دراعين مثلا. الاربع دراعات دول المفروض يريحوك انت كانسان مثلا، انت كانسان المفروض ترتاح. بقى عندك بدل بقى عندك رجلين بقى عندك كذا رجل، بقى عندك قوه كبيره. التكنولوجيا ما بقتش كده، يعني التكنولوجيا بعد ما بقى عندك اربع رجول، لا احنا هناخد الاربع رجول دول وهنستغنى عنك انت كانسان. هي بتعمل كده، ده بيواجهنا بره احنا نفسنا كشباب حتى بعد ما اتخرجنا حتى من الكليات. وبعضنا مثلا ليه يعني بعضنا مثلا اتربى في اصول دينيه وليه وعنده دوجما وحاول يتخلص منها، وبعضنا حتى ما اتخلصش منها. لكن في النهايه احنا الاثنين، عايز اقول ان احنا متساويين، سواء انت اللي انت شايف ان الدوجما حاجه وحشه، او اللي شايف ان الدوجما دي مش يعني شايفها انها هي الصح وهي اللي هتخلي حياتي جميله. الاثنين بيواجهوا نفس المشكله، بيواجهوا ان الحداثه جابت لهم حاجه بتحاربهم بيها، اللي هم الحاجه اللي كانوا بيدوروا عليها اصلا. يعني في النهايه انا مش عارف فهمت قصدي ولا لا، بس هي المفارقه، تحس ان هي مفارقه. الانسان بيدور على حاجه بتدمره هو نفسه، يعني نفسه عشان خاطر يفضل برده مستمر في فيلم هو عايش فيه برده. ف بس يعني هي مجرد افكار قد تكون مش ماشيه في السياق بتاعنا. بس انا شايف ان الحداثه لو احنا عايزين ننتقدها بقى نشوف الواقع بتاعنا، الواقع بتاعنا اللي احنا مش عارفين اصلا نعرفه وان احنا مختلفين عليه، وان احنا برضو المفروض ما نفصلش نفسنا عن المجتمع بالطريقه اللي احنا يعني حته مثقف دي. انا لما بنزل مثلا اتكلم مع الناس عموما، يعني مش هروح مثلا اقول له انا بقرا قراءات مثلا الشرح بتاع الايديولوجيه الوسطيه مثلا في الاسلام، وانت واقع مثلا تحت تاثير مثلا عروة القرآن مثلا. فلما انت تيجي تتكلم مع ناس اجانب حكي كده، ما ينفعش اروح اقول له كده. يعني هو ذات نفسه ما بيجيبش معاه. ما هو ايوه، ما هو ده اسمه التغيير من تحت. هو انا مش راجل سلطه، انا مش راجل سلطه، بس ما ينفعش انا اروح برده. يعني سواء كان السلطه مش قادره تغير برده المجتمع، انا برده في نفسي عمر ما هقدر اغير المجتمع بالطريقه اللي احنا، يعني لو احنا حسب تعريفنا للمجتمع او حسب تعريفنا للشخص او الانسان، هو ده اللي هيحدد بعد كده احنا نعرف نغير نفسنا ولا مش هنعرف نغير نفسنا. يعني حسب تعريفنا ليه. فدي مشكله بتقابلنا احنا اوريدي. يعني انت اوريدي بتقولي بتواجهك المشكله دي. انت لا في تحديث من فوق ولا في تحديث من تحت، الاثنين واحد. والحداثه نفسها يعني كفكره دخيله على الانسان، فكره دخيله من وجهه نظرك خطر. جميل. طيب ناخد بس شويه دردشه كده. يعني ايه معاك؟ طيب هو مش انا حضور في نفس الدايره ونفس الكلام. هو بس في حاجه انا عايزه اقولها الاول، ان الخوف من التغيير والخوف من فقدان السيطره ده بيخلي الواحد يرجع لوضع جنين. وضع جنين ان هو العوده للتراث الماضي. فعلشان كده ظهرت الافكار السلبيه وقت محاوله تحديث مصر اثناء حكم محمد علي وابنه. تمام. فقدان السيطره بقى على الاخر من ابناء وزوجات وبنات وكل ده، فدوت اللي خلى انت سالت اشمعنى ظهروا في الوقت ده وما ظهروش قبل كده. ظهروا في الوقت ده لان في تغيير هيحصل وهم خايفين من التغيير ده، فعلشان كده هم ظهروا في الوقت ده بسبب الخوف من التغيير. بالنسبه لموضوع التلفيق بين الديني والعلماني او الديني والحداثي، ده امر مطلوب في مجتمع زي مصر. تمام. سواء المجتمع الجاهل وقت محمد علي او المجتمع برضو انا مش عايزه اقول عليه جاهل دلوقتي، بس هو حاليا دلوقتي وسط بقيه شعوب العالم المتقدمه هو مجتمع جاهل. تمام. فيعني ايه المانع ان احنا بنحاول نطلع من الجهل ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، بنحاول نطلع منه من عن طريق السلطه زي ما جابر عصفور بيحاول يوصل مشروعه، بس عن طريق ادوات الدوله، ولو ان هو بيضطر نوعا ما ان هو يماين او يهادن شويه معاهم، والناس ثانيه تشتغل من تحت. تمام. تشتغل من تحت عن طريق ان هي تنشر الثقافه بشكل مبسط، وعن طريق ان هي تعمل اصلاح ديني. يعني هو مساله التلفيق اللي انت بتقول عليها انا شايفه ان دي مطلوبه في مجتمع زي دوت. انا ما اقدرش اديهم حداثه كده مره واحده هو هيرفضها ويقول لي كل بضعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تمام. فانا لازم اعمل له الاول حاله فلتره. طيب انا هقطعك في الحته دي عشان اوقع بينك وبين محمد محمود بشار. انت بقى تردي عليه. يعني محمود لا عند اللي هتكلمي شاب. لما محمود متخوف من الحداثه وبيعتبرها خطر عليه، يعني الوصف اللي هو يعني احنا ما نعرفش، يعني ممكن الحداثه دي حاجه ايه مضره،
بدليل ان هو اتكلم عن التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي احنا بنعمل اله عشان ايه تلغي يعني توجيه. ما انا بقى انا النقطه دلوقتي، انا دلوقتي النقطه هي ترد عليك، لان انت بتشوف ان الحداثه ممكن تكون خطر، لان لما انا بعمل تكنولوجيا وبقلل الايد العامله، طب ما في ناس كتيره جدا هتقعد من غير شغل مثلا، ده سؤال مشروع نجاوبه بايه؟ مش في ناس هو اوريدي كده؟ ايوه احنا عايشين كده فعلا. لا انا لسه انا لسه اجابت انا جايه، بس انا بتكلم على بوقع بينك وبينها، واخد بالك؟ بحيث ان يبقى هي ده اللي مطلوب. ليه بقى؟ عمليه التفاعل دي، عمليه التفاعل دي ما حصلتش بين التخوف اللي جواها وبين الرؤيه نفسها. لما انا باجي وابقى انا عارف الاجابه وبستخدم السلطه عشان افرضها، ما بهتمش هو بيفكر بيه، ما بهتمش ان هو ممكن يكون عنده فكره تحل لي الاشكاليه اسهل من ان الطريقه اللي انت هتعمليها مثلا. يعني الحته دي اللي بقولها، اتفضلي كمان. انا قطعت خط افكارك، بس دي ده دايناميك برضه، طريقه ان احنا تقول لك انا كاتبها. الحداثه والتكنولوجيا خلتني حابه افكار ما تقطعش حدث انا فاقدها. لا هو الراجل مش انا هكمل وبعد كده هقع معايا زي ما انت عايز. اوكي انا شفتها معاك من بدايه. طيب ده كملوها بعد الندوه. هو انا شفت الراي اللي حضرتك اتكلمت عليهم اللي عملوا المشروع وقت عبد الناصر، ونسينا الراي دول كانوا نتاج انهي عصر؟ دول كانوا نتاج فكر محمد علي وابنائه، الفكر الحداثي اللي كان بيتبنى قبل ثوره يوليو. هم ما اتعلموش وما عملوش الكلام ده وقت عبد الناصر، هم اتعلموا في العهد اللي قبل عبد الناصر، وفكرهم كان نتاج الكلام ده. تمام. بالنسبه لحاجه ثانيه بقى قدام شويه، مبارك لما دخل الفيسبوك، اعتقد ديت قريبه من الكلام اللي هو بيقوله، لما دخل الفيسبوك هو دخله كانهاء للشباب. هو اساسا ما يعرفش يعني ايه بس فيسبوك ولا بالظبط. لكن اللي حصل ايه؟ حصل ان هم هو دوت الحداثه ديت هي اللي ادت ان هو عهده يقع. تمام. مكتبه النصره كانت برضه اعتقد نفس الوضع، يعني انا ما اعرفش هي كانت معموله بغرض نشر العلم والحداثه فعلا، ولا كانت معموله برضه بغرض انهاء الشباب اللي هم كتبوا العضو الروسي على جنب بدل ما يتلموا بعض عينهم. تمام. الموضوع دوت اعتقد برضه ان هو جيب فايده كبيره جدا، قد ايه شباب اتعلموا على بسبب الموضوع بتاع مكتبه الاسره. موضوع الحداثه والخوف منها، احنا ساعات بنشوف افلام اجنبي او بتتكلم في الموضوع دوت، ان واحد يظهر مثلا التكنولوجيا الحديثة ويبقى في ريبورتات بدل الناس دوت يحصل. طيب دوت هيؤدي ايه؟ ان في عمالة هتيجي علشان تعمل الريبورتات. تمام. ان هيبقى في عمالة تانية موجودة علشان تعمل البرمجة، فده هيؤدي ان الفرد نفسه هيتطور وهيتقدم فكريا علشان يقدر يعمل البرامج دي، وعلشان يقدر يعمل الالات اللي شغالة دي. تمام. الفكر الحديث دوت هيؤدي ان البني ادم ما يخلفش كتير، فبالتالي ما يبقاش عدد كبير، فبالتالي ما يبقاش عنده بطاله كتير. تمام. هيؤدي ان التعليم يبقى احسن، هيؤدي ان عدد الافراد هيبقى اقل في المجتمع، وبالتالي هيبقى البطاله اقل. فهي الحداثه مش دايما مرعبه، مش دايما وحشه، مش بعد كده كل الالات اللي احنا عملناها دي هتتجمع علينا وتقتلنا كبشر وتستولي على العالم. لا، بيحصل اوكي كل حاجه. انا مقتنع ان كل حاجه في العالم لها فوائد ولها اضرار، لكن الحداثه لها فوائد كتير جدا ما نقدرش نتخلى عنها لمجرد ان لها اضرار. يعني انا ما اقدرش اتخلى عن الدواء عشان ليه اضرار جانبيه، هو بيعالج حاجه مهمه. جميل. ده احنا كده ايه يعني الثلاث اسئله دولت نبتدي ندوه بقى تاني. بس انا هقول رؤوس موضوع. طارق، محمد. انا همسك حته ايه هي الحداثه. ما تتكلم هو الحداثه ايه هي الحداثه، والحداثه ممكن تبقى كل حاجه واي حاجه او لا حاجه. من كثر استخدامنا ليها اصبح دلاله اللفظ اصبح غير له معنى، لم يعد له معنى. زي بالظبط كده ما تعمل
اشارات الشارع كلها اخضر، كلها خضر، يبقى الاتجاه ده اخضر والاتجاه ده اخضر كده، فقدت الاشاره ذاتها ايه دلالتها، يعني النور في الناحيه دي اخضر، وده اللي وصل الى نظام مبارك فضل الله ان كل الاشارات بقت خضره فما بقاش فيه حاجه. فلما نتكلم على لب الحداثه، وهنا اشتبه مع الكلام اللي قلته ده، لازم نخرج الحداثه من انها مجرد الثمر الاداه. الحداثة بنختصرها في ايه؟ في المنتج النهائي بتاعها. وده على فكرة اللابتوب بتاع أسامة بن لادن وهم بيخططوا لضرب مركز التجارة في نيويورك ممكن يكون كان احدث من اللابتوب بتاع الاف بي اي ايجنت اللي هو قاعد عشان يتابع معاه. وتجد السلفيين الادوات الحداثه اداه ان عمره ما يقدر ايه يستغنى عنها، زي ما بيتكلم دل كلنا ما نقدرش نستغنى عن المنتج الحداثه. بس الحداثه دي مش هي اللي انا بتكلم عنها، احنا ممكن نتكلم على اضرار ليها زي ما انت خايف كده، وممكن اقول كلام كتير عنها يعني بما ان انا عايش في امريكا 17 سنه الماضيه. بس لما تمسك ايه بقى لب كلمه الحداثه، وده تعريفي انا اللي ممكن الناس تختلف معايا، هو انت كان عندك طريقه في التفكير ورؤيه للعالم مستمره قرون طويله قايمه على في جدرها، قايمه على اصول المنطق اللي صاغها ارسطو، المنطق السوري القائم على ان يكون في مقدمات ومن المقدمات نوصل لنتائج، مقدمه ا ومقدمه ب، وما دام المقدمه ا صحيحه ومقدمه ب صحيحه يبقى النتيجه بتاعه المقدمتين كذا. الطريقه دي في التفكير عاشت عليها البشريه، وطبعا ارسطو ما خلقهاش، هي موجوده تفكير عند البشر في طول الوقت، بس هو ايه صاغ القوانين الحاكمه ليها. المنطق ده جه في فترة من الفترات وأصبح عاجز عن إنتاج معرفة جديدة، فانهار المنطق السوري ده، لأن احنا نبدأ ندور بقى مش المقدمة بتبدأ في ذهننا ونخرج منها النتائج، يعني كل الموضوع بيبدأ يبتدي من الذهن وينتهي فين؟ في الذهن. العالم الخارجي هو مجرد مادة صورية كده للايه بنفكر فيها. لما بدأ يتجه ان العالم اللي بره له ايه دور، وان ملاحظتنا للعالم اللي بره والظواهر اللي فيه لها ايه دور، المناهج بقى اللي بدأت تعتمد على التجربة والملاحظة وادراك الظواهر ايه ومتابعتها كما تحدث في الواقع مش كما نتصورها احنا في الذهن، الموضوع ده قلب كل بقى التصورات اللي قامت عليها. يعني فكرة ان الشمس هي مركز، ان الارض هي مركز الكون اللي عاشت في اديان كتيرة مش بس عند الـ المسيحيين والاوروبيين بس، انكسرت مع فكرة الشك والتساؤل في ايه في الدوغما الثابت ده وملاحظة الظواهر الايه في الواقع من بره. فنتج من ده ان الطبيعه الابويه للنظر للامور اللي هي جايه بتبتدي من العقل وتنتهي فيه بدات ايه تتكسر. يعني الحداثه في لبها قتل المرشد اللي هيرشدها، سواء بقى كان المرشد ده ديني او سياسي او اي حد ايه بيرشدك ما هي الحقيقه. فلما جينا نجيبها عندنا ما قتلناش المرشد ده، احنا بنستبدل واحد بايه باخر. يعني انت ممكن تجد ليبرالي سلفي اكثر سلفيه من السلفي الديني مثلا او المتدين، او تجد ماركسي سلفي.
حينما تصبح هناك ثوابت غير قابله للتفكير فيها تحولت الى ايه؟ الدوغمه اللي احنا بنتكلم عنها. ولما تصبح فيها دوغمه يبقى لم يعد هناك ايه؟ تفكير. يعني فكره ان في حد يوجهك او يقول لك ما هي الحقيقه، هي دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنيه. لما تضربها يبقى بتضرب، لما تكسرها وتبني. ولذلك اللي انا بعمله هنا ده ده جزء منه، نحن نكسر حته ان يبقى في منصه واحد هو عارف والاخرين ماده للتاثير. وقدرتك في اقناع، مش اقناعهم بقى، انت ما بتقنعهمش حتى، يعني حتى ما بتسمعش ان هم عايزين ايه، ده انت بتفرضها عليهم سواء بقى بسلطه الالقاب او المناصب او او او. ولذلك تجد عندنا دلوقتي اصبحوا ناس في مناصب وفي اماكن لا يملؤون تلك الاماكن. النموذج اللي انت ذكرت عليه من بتاع مدرسه الري، لان حصل تجريف من اول 54 لما ترفدي 50 استاذ جامعه، واحنا كان عندنا 3 جامعات في الوقت ده، وكل استاذ بياخد له 20 سنه في الاعداد عشان يوصل للمستوى ده. احسبي بقى اضربي 50 في 20 يبقى كام سنه خبره. ركناهم على الرف بدعوه تطهير الجامعه. حصل ايه؟ مات الفكر جوه الجامعه، فاصبحت الجامعه بتخرج لنا ايه؟ اللي احنا بنقوله بقى، اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، ان انت تجدي المرشد العام لاخوان المسلمين هو الاستاذ الدكتور فلان الفلاني في قسم الصيدله مثلا. رغم ان محمد مرسي واخد دكتوراه من امريكا في الهندسه مثلا. اصبح اله اداه. وحينما يصبح اله او اداه انت كده بتخدمي مشروع. يبقى فتح طاقات الفكر جزء منه. إجابة بقى على السؤال بتاعتك، يعني أنت بتكلمني على أخطار الحداثة، طب يعني لا عجبك تغيير من فوق ولا عندنا تغيير من تحت، طب هنعمل إيه يعني؟ إيه حلك مثلا؟ تغيير من تحت ما أقصدش بيه مسألة التوعية، المشكلة تلاقي الواحد عايش هنا وبعدين يخرج بره فيلاقي البلاد نظيفة والشوارع منظمة والناس بتركب الإنسان بتفرج ومش عارف إيه. فتبقى عنده إنها مشكلة سلوك. افراد يبقى احنا لو جينا وعملنا توعيه ممكن نغير من سلوك الافراد. ده اللي بيبص على الظاهر، ده هي منظومه كامله انت شايف بس الثمره بتاعتها، لكن دي منظومه ايه كامله. وانا بعاني منها بقى، بعاني منها ازاي؟ انا طبعا نشات هنا وتربيت هنا، ووالدي ووالدتي فلاحين بسطاء من الريف، ورحت بلاد العم سام متجوز خواجاني ومخلف ابن كريم. فدلوقتي التعامل مع كريم، طريقه تعاملي انا معاه وطريقه تعامل امه معاه، فلاحظت انا مني نفسي، بالرغم ان انا ايه من الناس بقى اللي بيتكلموا عن التغيير والحداثه والديمقراطيه والكلام الفاضي ده، ان تحت الجدر برضه في ايه؟ حته عنف. يعني حتى في الوعي بتاعي اذا كنت انا بحاربها، هي في اللاوعي مكونه جوايا، ان في منظومه كامله مش مجرد ايه؟ المظهر الخارجي. لما بنختصرها في انها سلوك فرد بنرجع هنا ونعمل ايه؟ دعاية وتوعية، ويبقى ايه؟ الاعلام هو الوسيلة بتاعتنا لتحريك الجماهير، لان لما بص على الجماهير دي على انها ايه؟ جحافل ناس بنشوفها كده ما بتشوفش الفرد لوحده. ودي مشكلة بتواجه في عملية الحداثة، ان احنا ما سمعناش منك. ده احنا اللي عارفين وده الاصلح ليك، واحنا ايه؟ هنفرق. انت بتقاوم بس عشان انت مش فاهم. زي النموذج للفكاهة يعني، ابن الباشا اللي جرى عليه الزمن وقاعد بمشنت فجل يبيع، فهو كان الاول كان بيقول حوش ويا كلاب، فبرضه ايه فجل يا حوش جرجير يا كلاب. ان التغيير والتحديث له ابعد من مجرد الشكل الظاهري الخارجي. نعمله ازاي بقى؟ ولو انا قلت وصفه يبقى انا بعمل نفس الخطا اللي ايه؟
احنا هي عمليه تفاعل، طريق ذو اتجاهين. زي ما انت عندك بتدي بفكره ونازل عشان تطبقها في الشارع، لو اعتبرت نفسك ان انت اللي عندك الحل والراجل اللي قاعد بيبيع شاي على الناصيه في الموقف بتاع الميكروباص ما عندوش، يبقى انت فشل. ليه؟ لانه بادي من وصايا، هو ممكن يكون اكثر حداثه منك في حلوله لمشاكله اللي بيواجهها، بس لانك انت جاي بنموذج جاهز وبادي بيه من دماغك ما بتدركش بايه الحاجات البسيطه دي. انا هقول مجموعه من الحاجات السريعه في المجال السياسي بما اننا في حزب سياسي. انا اتكلمت على الطابور بتاع المصريين. الطابور ده في نهايه عصر مبارك اصبح مش طابور، بقى جحافل بتتحرك بنظام العشوائي، عشوائيه في كل حاجه، وبقى كل واحد مشطرته من اول ما يصحى الصبح لحد ينام بالليل في النهده مع الحاجه. ومن هنا بقى تشوف بقى حته القيم والمبادئ الاخلاق اللي كلنا عاملين نتباكى عليها، لا ده في منظومه جديده لها قيمها ولها اخلاقها ولها مبادئها اللي هي بتختلف عن القيم الايه القديمه، بس هي قيم ايه بقى؟ تحرك القطيع، حركه القطيع. ولما بتتحرك حركه القطيع بتبقى محورها القوه والعافيه، فيدوس الاقوى على الايه الضعيف. مش عشان هو ما عندوش اي قوى ومبادئ، هو بيحمي نفسه وعايز يدور على اكل عيشه هو كمان، فكل واحد بقى يدوس على رجل التاني. فدخلنا في مرحله التشظي بقى اللي هي الاربعين سنه اللي فاتت ديت، عندنا بقى الطائفيه اقليه اغلبيه واقليه، النماذج الذكر بالانثى، ريف والحضر، مركز واطراف. يعني في حد كان بيكلمني في البدايه، علي كنا بنتكلم في البدايه على الصعيد والعشائريه اللي فيه وسينا والقبليه اللي فيها ومطروح والقبليه دي، هي برضه صراع مركز واطراف، سيطره المركز وحاول يسيطر قيمه ومبادئه على ايه الاطراف. فالمخرج ليها ان القطيع ده لازم يتحول الى رقم زيرو، ومش بقصد التنظيمات بمعنى السياسي، ان البياعين يعملوا تنظيم هيدافع عن حقوقهم بس هيرشد الخطاب وتلاقي حد تتكلم معاه. الطريقه القديمه للحكم كانت قايمه على ايه؟ ميكروفون والعصر، سيطره الدولة أو السلطة على وسائل الإعلام وسيطرتها على القوة الضاربة اللي هي في الأجهزة الأمنية وغيرها. النموذج ده مع التطور التكنولوجي فشل، أي حد ممكن يعمل قناة تلفزيونية من جوه الإيه؟ البيت. فاحتكار الفضاء الإعلامي فشل، أو ما عندوش القدرة. هو بيحاول يعمله دلوقتي بأن هو يجمع كل الإعلاميين ويقعد مع 50، لما يقعد مع 50 في ساعتين كل واحد ممكن يتكلم إيه؟ دقيقة. إن هو ياخدهم معاه على الطيارة وكل واحد يجي يقعد يتكلم، بس ده كله على السطح. الناس تخيلوا كده إن اللوحة دي أو السبورة دي كانت لوحة واحدة بشكلها، ده التلفزيون بتاع الحكومة. دلوقتي اتقسمت ل 150 مربع، فما فيش ولا مربع واخد الايه التاثير الكامل، ده كل مربع له مثلا 10 15 بيتفرجوا عليه. فلما تيجي تقيم حاجه بتحصل في الاعلام كل حد يتكلم يقول لك ايه الاعلام بيقول، الاعلام بيعمل كده، المعارض والمؤيد، لازم توزن هو كم واحد بيشوف ده، كم واحد بيتابع ده، عشان ما تعيش مستنزف في ما هو ايه يومي وحالي واني ولحظي. لاحظ حاجه، ان كل البرامج التوك شو على الهواء. انت عارف يعني ايه انها معموله على الهواء؟ ناس تقول ده حريه كامله، هي الناس قاعده على الهواء. لا، لما تبقى على الهواء معناها انها مشغوله بكل اللي بيحصل يوم بيوم.
ما تقدرش تجيب حلقه عملها محمود سعد من شهر وتعرضها تاني لانها كانت مرتبطه بايه؟ باللحظه بتاعتها. فنموذج بقى اللي هو يوم بيوم هو متجسد في ده. فالحال له ايه؟ ان يبقى في حد يشتغل على ابعد من هو يوم بيوم. وده اللي كان بيحاول يعمله باسم يوسف. وانضرب، انضرب انت عارف ليه؟ لانك لما تجيب كلام اي حد بما فيهم انا على مدى 3 4 سنين تختلف عن ان انت جايبه يوم بيوم. لان انا كائن حي بتحرك، ما كلامي ممكن بس لما اكون بقى نفعي كمان كلامك بيظهر قوي بقى، اللي هو ايه النفع المباشر اللي هو بيبقى تجيب له كلام النهارده ويقول له كلام بكره وعكسه. ولما تجيبه له بقى الفيديو كمان فاذا الحل بان احنا نحرك، احنا مش هنعمل، احنا لازم نساعدهم ونتعلم منهم اكتر من ان احنا ايه عندنا الاجابه. فلازم تروح وتيجي الاجابات. مشكلتنا ان الاجابه كانت دايما جايه منين؟ في اتجاه واحد. ولذلك هو بيسيبك ويروح يحل مشاكله بايه؟ بطريقته. وهنا دخلنا بقى في النظام العشوائي. من اول بقى كل الناس اللي سابوا الريف وراحوا للحضر وعملوا البنى العشوائيه حوالين المدن، وانا بعتبرها ما هي الا قرى كبيره. يعني القاهره دي ما هي الا مجموعه ضفيره من مجموعه قرى، ما بتختلفش. فحاول يحل مشاكله بايه؟ بطريقته. لان ما عندناش نظره كبيره وانت مش مدياله مساحه للايه؟ للحركه. فكل واحد بيحاول يحل على حسب ما هو متاح. لازم نخرج من دي. بدونها لا هيبقى عندك حزب سياسي. يعني تخيلي مثلا ان لو في كيانات عماليه حقيقيه هيكون عندك يسار حقيقي، مش مجرد يافطات على شقق في بعض ال في كيلومتر مربع واحد في وسط البلد في القاهرة. كل الأحزاب يعني عفوا يعني عبارة عن شلل في وسط البلد في القاهرة وتكون كده. لكن لو كونت تنظيمات، التنظيمات دي هتكون بقى حزب العمال أو تنظيمات تكون حزب الفلاحين. ده هيبقى يسار ده أكيد، بما فيها برضه أصحاب الأموال والثروات يكونوا تشكيلات. فلما تحصل مشكله يبقى في حد من هنا بيتكلم، حد من هنا فتحل ايه مشاكل. انما انت عاملها ازاي بقى؟ عندنا رجال اعمال وعندنا عمال وعندنا وزاره القوى العامله لحل المشاكل، وهي ما بتحلش. ده هي مكتفين ايد العمال وتمت كل عمليات الخصخصه اللي هي حتى ما فيش فيها اي عائد راس مالي، وبتضيع الرأسماليين الحقيقيين من الوجود. لأن حد بيغتني بإيه؟ بقرار وبصلة بالسلطة. هنا حتى المجتمع ثروته ما بيحسنش استثمارها. أنت لو تشوفوا كمية الفلوس اللي جت لمصر من الخليج ومن أوروبا ومن أمريكا من خلال عمل المصريين في السبعينات والثمانينات والتسعينات وبدايه القرن، لو الباشوات بقى بتوع الفتره بتاعت الملك كان ممكن حد منهم يعمل حاجه تانية غير الايه منظومه الفساد الموجوده. بس برضو التغيير لازم نبدا من تحت باللي انا بقوله ده، مش ان انا هنزل اقعد اوعي حد. لا، ان الناس تتكون في تنظيمات، ان الناس اللي بتحب الادب معاها لا تنظيم. ليه انت مستني النشر من وزارة الثقافة؟ ليه احنا مستنيين جابر عصفور عشان انا اروح اقول محاضرة ويوافق لي ان انا انشر كتاب؟ وده بقى هيرتبط بان حتة تانية وهختم بدي. ارتباط المثقف بالسلطة مش اختيار منه قد ما هي ان الشريحة المثقفة ذاتها
مفيش ولا مثقف يقدر يعيش من دخل كتبه. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نوسع دايره الناس اللي بتقرا. ودي مش عايزه كليه يعني. وهتوسعها ازاي؟ طبعا المدرسه عليها دور، والبيت عليه دور، وانت وانا علينا دور، وان اللي بيكتب يكتب بلغه تتواصل مع. هقول المثل ده، انا كنت بقعد اقارن ما بين اللغه. احنا طبعا في دايما الصراع ما بين العاميه والفصحى عند المثقفين، ان احنا نتكلم بالعاميه ولما نكتب نكتب بايه؟ بالفصحى، ونجيب بقى لغه تراثيه وكده. فانا شفت المغني الشعبي اللي بيغني للفلاحين سيره هلاليه بس، وقفت قدام اللغه اللي هو ايه بيستخدمها. ده كان بالمنوفيه، وبيقول السيره اللي، وعلى فكره السيره الهلاليه في بحري غير السيره الهلاليه في ابلي. ابلي بتبقى كلها شعر، البحري بيقولوا قصص. فتح الشعر اللغه اللي بيعملها حلت الاشكال اللي ما بين التراثي العاميه والفصحى. ده الحل الحداثي. ليه؟ لانه خرج من عمليه الثنائيات اللي الفكر العربي عايش فيها بقاله قرون، بانه يهضم ده ويهضم ده ويطلع حاجه جديده. ايه؟ حيه، لغه حيه، لا هي اللغه التراثيه ولا هي العاميه الايه الدارجه اللي في الشارع. يبقى اساسا من بدايه استخدامك للغه ده جزء من التغيير من تحت، بان انت تسمع الناس، مش بس انت عندك الاجابه وفرضها على الاخرين. ان الاسئله اللي انت بتسالها ديت، ان الاسئله اللي انت بتسالها ديت احنا نتناقش فيها كمجتمع، مش كمجموعه صغيره قاعده في المجلس الاعلى للثقافه، وهي اللي هتحدد وهي اللي هتقرر وهي اللي هتفرض بالقوه ايه اللي يجب ان هو ايه يتم. في برضه يعني مثلا لو مستني تجربه مثلا تجربه المهندس ايه اللي خلى هندسته او فكرته اللي هو كان عايز يخليها، ايه اللي خلى الفكره دي يعني انها فاشله؟ ايه اللي خلى الفكره دي فاشله؟ هو العامل المؤسسي برضه. يعني احنا لو جينا نشوف مثلا مبدئيا المشكله كانت بتواجهه ان هو شايف قدامه العامل، عامل المقاولات ده مثلا عصابات كبيره هي اللي بتتحكم بالسوق و إيه؟ عشان الصوت اللي عشان تفتحه. غني ايه؟ غني حاضر اسمه ايه؟ ما عليك هو حسن، حسن فتحي. ايه؟ كنت بتكلم عن حسن فتحي. لا هي بس النقطة في لمحة بس، عصابات كتير هي بتتحكم بالسوق. فانت لما تيجي تتكلم بقى عن ان انت لما لو احنا كمهندسين مثلا او كناس عايزه، مش عايزه المنظر الزباله اللي احنا بنشوفه في الصور، مش عايزه المنظر اللي احنا بنشوفه في البيوت والطوب الاحمر والقرف العشوائي اللي احنا بنشوفه ده على حساب مثلا الارض الزراعيه او عشان تعمل حاجه زي كده وتوفر مثلا هندسه معماريه كويسه للناس بفلوس قليله مثلا، ده ضد اخلاقيات السوق اصلا. ان انت يعني خدت كمين الباور بتاعك على اساس القواعد بتاعتك وحطيت لك قاعده من الاول. في عندي مواد خام بتتباع بسعر السوق، السوق اللي بيتحكم فيها. في عندي عماله لو انت عملت كده مش هيشتغلوا اصلا. في عندي في نقطه عايز اقولها اللي هي ملخص كلامي، ان العامل المؤسسي مش عارف اتنبه بيه. يعني انا في يعني كويس، احنا عندنا افكار كويسه عايزين مين الافكار دي، يعني افكار كويسه عايزين نطبقها. فلما هنيجي كعامل مؤسسي نشتغلها في زي مش عارف اسمها ظروف مثلا او حاجه هي اللي هتمشي الليله، يعني هي اللي هتمشي الدنيا كلها. طبعا في منظومه كامله. الحته دي يعني مثلا من اول تعليمك في الجامعه. ايوه، ما هو انا بتكلم عن المشروع. يعني حسن فتحي مثلا ذات نفسه لولا ان كان ابوه غني مثلا واسرته غنيه ما كانش عارف يعيش اصلا. نعم. ما كانش عارف يعيش، هو كان عايش على ثروه مثلا مايكرو. نعم. لكن مشروعه هو فشل نتيجه ان المؤسسه عايزه كده، المؤسسه نفسها. تحارب المؤسسه ازاي او تخش معاها في الصراع ازاي؟ يعني ده حاجه انا عن نفسي ما فكرتش فيها، بس
دورك بقى، دورك ان انت تفكر فيها. ماشي بقى معاك، انا معاك، بس هي عقبه دلوقتي في الطريق. صح ماشي انا معاك. هو انا ممكن امسك نموذج حسن فتحي تحديدا، يعني كمثال ينطبق بقى وينسحب على 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 امور اخرى، بس هكمل نقطه صغيره في اللي انا كنت بتكلم على التنظيمات. وهتجد شيء خلال الاربع سنين اللي فاتت في قانونين اساسيين حوربوا من المجلس العسكري، من الاخوان، من عزلي منصور حتى الان. قانون علشان يحرر تنظيم او تشكيل الاتحادات العماليه كله رفض، بما فيهم الاخوان ابو العز الحريري اتقدم بمشروع اللي هم كان بيندرس سنين طويله ومعروف الحلول فين، بس هو عايز يبقى ايده اللي ماسكه في الايه، يبقى في تنظيمات بس تنظيمات مخوخه من جوه. يعني عندك تنظيمات اجتماعيه وسياسيه ولاخد، بس ايده ايه فيها تحدد مين مش عايز يعمل لك حتى فرق ان يبقى لك صندوق صغير انت حر جواه. ده مش ناتج، ده ناتج لعمليه التحديث وطبيعتها عندنا انها عمليه ترقيع. ما حليناش وجاوبنا على ان احنا نبني حداثه، حتى لو احنا نعمل حاجه خاصه بينا احنا مالهاش علاقه باللي عمله الاخرين مثلا. ده احنا بن ايه؟ بنرقع. فلما نيجي لموضوع البنى مثلا، احنا بلد صحراوي والمصريين موجودين الاف السنين وبيبنوا، وكانوا بيبنوا بالحجر، كانوا بيبنوا بالحجر وما كانوش يبنوا جنب الوادي، لان كان بيجي الفيضان وكان يغرق المناطق اللي جنبه دي، فكان يبني في مناطق ايه عاليه. لما دخلنا بقى العصر الحديث وبدانا نبني القناطر ونبني دي، طبعا لها نتائج كويس لان احنا بنزود الرقعه الزراعيه، بس التحكم في النهر جرأنا على الايه؟ الاقتراب منه، لان زمان كان ممكن الفيضان يجي فبيتك يغرق فما بتبنيش في ارض واطيه قريبه من النهر. مع السد العالي، وطبعا انا مع انجازه، لكن خلاص بقى ما بقاش في خطر جاي من النهر، فايه فضربنا منه فعمليه وبدينا نبني، لدرجه ان كانت بتتجرف الاراضي الزراعيه الطبقه اللي بتعمل دي عشان نعمل منها طوب احمر علشان نبني. ليه؟ لانك انت سبت الناس اللي سافرت الخليج وعملت فلوس وجاي، ما هو عايز يعمل سكن وانت ما بتعملش حاجه، والدوله مد ايديها في كل حاجه ولكن ما بتعملش حاجه. فهو بدا يحل مشاكله، يعمل ايه؟ قام جاي على حته الارض الزراعيه اللي هو ممنوع بالقانون وبالقوه انها يبني فيها، يوم ايه باني بيت، وبين الارض قليله فالشارع يتعمل 3 متر لان مفيش مساحه، هناكل الارض الزراعيه تتعمل 3 متر، فتبني ايه؟ البيت. بعد 10 سنين الواد كبر وعايز ايه؟ فنعلي البيت، فبقى 6 ادوار والشارع 3 ايه؟ متر، بقى عباره عن ايه؟ جحر. والحته العشوائيه اللي في البدايه كملت عليها حاجه ثانيه، ونفس ويحلوا مشاكلهم بايه؟ بنفسهم، بس حل المشاكل عباره عن حل ايه؟ اللي هو يوم بيوم، وحل رد الفعل. فانا مش ضد الحداثه، لا، انا ضد ان احنا واخدين ايه؟ شكلها ومسارها الخارجي، وضد ان احنا واخدينها ترقيع. فحسن حاول يحل الاشكال ده، اللي هو ايه بقى؟ ازاي نعمل طريقه في البنى ما يحتاجش الفلاح ان هو يجيب حد يبني له، هو ممكن يبني بنفسه، بنفس الطين والطريقه اللي كان بيبني بيها من زمان، وعلشان ما نحتاجش الحديد المسلح، لان مشكلتنا ان انت عايز تعمل حديد مسلح ونعمل بقى نروح نجيب المصنع بتاع الحديد ونجيب خارج وهكذا. فهو كان زمان مثلا يقطع من الصخر بتاع الجبل ويبني، في مصر القديمه كان بيعمل كده،
لما تروح البيوت اللي كانت في عصر المماليك برضه تلاقي الحجر ولا فوق، بس لاننا بدانا نرقع ما حلتش حل ايه كامل، فحليت مشكله من هنا وخلقت ايه 10 من الناحيه الثانيه. فانت دلوقتي مثلا في الريف دخلت مكنه الري، الفلاح كان له طريقه ومنظومه معيشه من ايام مصر الفرعونيه لحد العصر الحديث، انت كسرت حته منها فبارت كل العناصر الثانيه. كمثال، بما ان انا بقى من قريه والحياه اللي فيها يعني، كان الفلاح بيعمل ايه؟ عنده الساقيه بتدور بالايه؟ بالجاموس او بالبقر، فالطاقه اللي هو محتاجها هو ايه؟ البرسيم اللي هياكل بيه، والجاموسه بنفسها تجيب لبن عشان الاولاد وتعمل الامور دي كلها. فلما انت جبت له مكنه الري وقفت منظومه كامله كانت بتتم، لان مكنه الري عايزه ايه؟ بنزين، فزود استهلاكنا من البنزين، واحنا اساسا بلد فقيره في ده. مكنه الري عايزه ميكانيكا وبتسودها منين؟ من بره، عايزه عمله صعبه. حاجته للجاموسه اللي كانت بتدور الساقيه ما بقتش بنفس الاحتياج اللي كان زمان، وكان اللي يموت عنده جاموسه ده كان يعني ايه؟ الناس تروح تعزيه. كانت تروح تعزيه لان مصدر معيشه الاسره كلها وقع. فالمنظومه كلها إيه؟ انت خدت حته باسم الحداثه، باسم الحداثه ونجيب له مثلا الماكينه اللي موجوده برضو نفس الايه؟ الدايره. فعمليه الترقيه دي هي اللي وصلتنا الى ان يبقى التحديث مجرد شكل ومظهر وبهرجه وليس ايه؟ بيمر تحت السطح وتحت الجلد. طبقه ثانيه. وظاهري مظهري بيتلخص في الاله. انت 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 انسان متحدث بايه؟ بالجانب المادي اللي انت بتجيبه من منتجات الحداثه. لكن بتستخدمه ازاي؟ بتجيب الثمره وتسيب الايه؟ الشجر، اللي هي بقى حريه الفكر وحريه التفكير والتساؤل في الدجمة. ما يبقاش في حاجه اسمها ثابت، لا باسم الوطنيه ولا باسم الامن القومي ولا باسم الدين. اذا اصبحت ثابت تحولت الى دجمة واصبحت الى عقيده يجب ان يا اما تؤمن بيها يا اما تصبح ايه؟ كافر بيها. سواء بقى كانت عقيده الامن القومي او توحيد أو أو أو. وأنا شاكر لكم جدا وأنتم استنفذتموني.